السلام عليكم. يا جماعة فيه فراغ قانوني وأيضا قصور من الحكومة، وهو عدم وجود مركز لإيواء المعنفات، المعنفات من قبل أهلهم سواء أخوانها أو أبوها أو زوجها أو عيالها، أو سواء كانوا رجال أو نساء. المشكلة كبيرة جدا والله العظيم، يعني أنا حسيت فيها لما مارست مهنة المحاماة. بقولكم عن سالفتين أو قصتين صارت لي. جتني وحدة موكلة عراقية، زوجها للأسف يعني الكويتي مدمن مخدرات، كل راتبه يأخذه يصرفه على المخدرات، وعقب ما يخلص السهرة أو يخلص من المخدرات هذه يجي عند زوجته العراقية يقول هذولي مو عيالي، يشك بعياله، مخه ضارب، فيقول هذولي مو عيالي ويقوم يضربها كل يوم، يضربها كل يوم على الحالة هذه. تحملت المسكينة. بعدين عاد لما جتني قالت لي أنا مشكلتي إن المغفر ما يقعدوني إلى الساعة 3-4 وبعدين ما في مكان الإيواء بالمغفر. اشتكيت بالنيابة، دخلوا يومين السجن طلعوا مرة ثانية. رحت الهيئات الخيرية نفس الشيء، ما في. فهي عراقية من البصرة، من حي اسمه حي العشار أو البشار أو أعتقد العشار. المهم فقالت أنا بيك تساعدني، قلت أوكي ما في مشكلة أنا بساعدك، بس ما لا تدفعين اللي أتعب محاماة، أنا يعني ما بيش تدفعين اللي أتعب محاماة. قالت لا المشكلة مو هني، قالت المشكلة أني أنا الحين منحاشة منه ونايم، حتى جوازي ماخذه ومخبيه يعني داسة. زين روح السفارة العراقية، السفارة العراقية يقعدون يومين ثلاثة أيام يقولون إحنا تبينا نعطيك جواز عراقي أو ورقة عبور فتروحين للعراق. طيب أنا أروح للعراق، عيالي أصلاً ما أقدر أخليهم هم بالوضع هذا، وعيالي ما عندهم لا بطاقات، الحبيب لا بسوي لهم لا بطاقات ولا شيء، ولا ما عندهم إلا بلاغ ولادهم وكويتي. ف يعني تعاني هي هذه الأخت العراقية قاعد تعاني مشكلة، والمشكلة أنها ما عندها أحد بالكويت، وعندها تقارير طبية أن هذا قاعد يضربها. زين قالت أنا الحين ما عندي مكان، أقعد بمكتبك، بنام بمكتبك. ما شلون تنامين بمكتبي؟ رحت والله يا جماعة أجرت لها شقق فندقية وجبت لهم أكل. زين على ما رفعنا القضية النفقات، وبعدين حالها تسهلت، يعني احنا ندور من وراها الأجر يعني. لكن المشكلة ان شنو، مثل ما قلت مرة ثانية، ان الحكومة مقصرة بعدم وجود مركز لإيواء المعنفات. في بعد اخت مصرية دقت علي قالت انا زوجي يضربني وكذا، وهذه مو اول مرة يضربني ويحبسني بالبيت، بغرفة يحبسني بغرفة وياخذ مني تلفوني على اساس انه ما ادق على احد وكذا. قلت عندك تقرير؟ قالت انا عندي تقرير. قالت انه هو بس مو قاعد فقط انه يضربني بعنف قوة، يضربني. النقطة الثانية تقول يعني هو قام يضربني وانتو كرامه بالجوتي في وجهي، يعني اخر مرة ضربني بالجوتي بوجهي. والله انا ما صدقت الصراحة لين جيت بالمغفر، اقسم بالله يا جماعة طبعت الجوتي على 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 وجه الكعب مني، ومني الرسمة حقت الجوتي وهذا طبعت على الوجه. قدمنا شكوى واستدعينا المصري. ان ضربتها قال لي ان ضربتها، الاسلام يقول انه اضربوهم. حبستها قال لي حبستها عشان ما تروح تعمل لي مشاكل بر. اخذت تلفونها قال لي خذيت تلفونها علشان ما تتصل بأهلها وتعمل لي مشاكل كبيره. فهي بعد نفس الطريق، ما في، هي ما عندها راتب، ما عندها شيء، جايه
للكويت التحاق بعائل، فما عندها راتب ما عندها شيء، أهلها بمصر ما يقدرون يحولوا لها مبلغ، يعني مثلا أنها تقعد بشقة لمدة شهر. يعني والله العظيم يعني حالات والله العظيم متعبة جدا يعني. فنتمنى من الحكومة يعني سواء كانت سواء موجودة بالكويت سواء كانت بأي جنسية، إذا عندها تقرير ومتعرضة للعنف الأسري تقرير طبي، ممكن أن وكيل النيابة أو الجهات المختصة، الجهات المختصة في العنف الأسري هي النيابة العامة، توفر لها أما أن راتب شهري لمدة شهرين 3 شهور على ما تأخذ نفقاتها، أو على ما إذا ما عندها أطفال هني تتسهل تروح لديرتها برا، أو على الأقل أن يتم توفير لها سكن، توفير لها يعني راتب حق الأكل فقط. فالحالة يعني بالعدم وجود مراكز لإيواء المعنفات يعني حالة صعبة يعني قاعدين والله نحس فيها احنا كمحامين. اما مسألة ان في رأي ثاني يقول اذا حطينا مركز للمعنفات الكل راح يجي، البنات بنت متهاوشة مع كذا مع ابوها او اخوها او زوجها بالكلام وكذا، جت قالت يلا حطوني مركز الايواء. لا هذه قد سلطة تقديرية عند وكيل النيابة، وكيل النيابة ممكن إن من خلال التقرير الطبي إذا كان فيه هنالك خطر على هذه الفتاة ممكن إن يدرجها فيه أو يعطيها صلاحية إنها تروح لمراكز الإيواء، أو يصرفون لها وزارة الشؤون راتب شهري لمدة 2-3 شهور حتى تحصل يعني نفقتها أو تروح ترجع لديرتها، أو على الأقل إنها تحول كفالة الإقامة لها من التحاق بعائل إلى إقامة عمل. وحتى الكويتيات نفس الشيء يعني. فالوضع والله يا جماعة صعب يعني، خصوصا اللي ما عنده أهل بالكويت هنا. شكرا لكم.